نحن أول قناة تلفزيونية نرافق قوة اقتحام سعودية. وجدنا هنا لرفع الظلم عن إخواننا اليمنيين من الميليشيات الانقلابية الحوثية. دور القوات السعودية هو الدعم اللوجستي والمساندة في دحر هذا المعتدي. جولة خاصة حصرية لقناة سكاي نيوز عربي. لم يبقى إلا الممر الذي يؤدي إلى باكر. ناس ليس لهم علاقة لا بالحرب لا من قريب ولا من بعيد. الحوثي إما يزقهم بالحرب أو يحبسهم. ساعات وندخل على مركز المديرية. هذه النقطة نقطة أبواب الحديد، أقرب نقطة إلى داخل عاصمة المحافظة.